حريق المشفى الذي ذهب ضحيته 3 أشخاص نجم عن سيجارة. استقالة أمين عام الحزب الاشتراكي عقب تنحي باميلا ريندي فاغنر من الحزب. المحكمة العليا ترفض استئناف المتهمين في قضية قتل الطفلة ليوني. حزب الخضر النمساوي انتخابات تركيا لم تكن حرة. النمسا تمنح أكثر من 1000 شهادة مغادرة لطالبي اللجوء العام الماضي. اعتقال شخص في مطار ألماني ارتكب جريمة قتل في النمسا قبل 18 عاماً. مرحباً بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. كشفت التحقيقات الأولية في حريق مستشفى مودلين قرب فيينا الذي ذهب ضحيته 3 أشخاص إلى أن سيجارة تسببت في الحريق. استبعدت فرق التحقيق التقنية وجود خلل فني، وأعلنت الشرطة أن الحريق اندلع في سرير رجل يبلغ 75 عاماً كان يدخن بشكل مستمر، وأكدت السلطات أن الرجال 3 لم يتم إنقاذهم بشكل فعال بسبب سرعة انتشار النيران في وقت استجابت فرق الإطفاء بشكل سريع، ولكن لم تتح الظروف إنقاذهم في الوقت المناسب. استقال كريستيان دويتش الأمين العام للحزب الاشتراكي النمساوي SBU عقب استقالة باميلا ريندي فاغنر رئيسة الحزب. وتولى دويتش منصب الأمين العام للحزب في سبتمبر عام 2019، وكان حليفاً لراندي فاغنر ومعارضاً لتيار هانس ديسكوتسل حاكم ولاية بورغنلاند المرشح الأبرز لتولي رئاسة الحزب. وينتمي دويتش لمجموعة تعرف بليسنجر ذات التأثير القوي داخل الحزب في فيينا، والذي أنتج شخصية وزير الشؤون الاقتصادية السابق فايمان. Sich bei allen ganz herzlich bedanken. Die Parteichefin Pamela Rendi-Wagner und ihn in den letzten Jahren unterstützt und gemeinsam für die sozialdemokratischen Werte gekämpft hätten. رفضت المحكمة العليا اليوم استئناف رجلين في قضية قتل الطفلة ليوني ذات 13 عاماً في فيينا يونيو عام 2021. وحكم على المتهم الأول بالسجن مدى الحياة وعلى الثاني بالسجن لمدة 19 عاماً، وتم رفض اعتراض الرجل البالغ من العمر 24 عاماً واستئناف العقوبة المقدمة من كلا المتهمين، وبذلك تصبح جميع الأحكام قابلة للتنفيذ. وأوضح رئيس الهيئة القضائية أن الجناة قاموا بارتكاب جريمة قتل واعتداء جنسيا بشعا على الضحية التي كانت عاجزة عن الدفاع عن نفسها. MDMA-haltige Ecstasy-Tabletten ins Getränk gemischt haben. Danach wurde sie von den Männern brutal vergewaltigt, bis sie schließlich an der Überdosis starb. Am Morgen des 25. Juni 2021 legten die Afghanen die Tote einfach auf einem Grünstreifen an einem Baum gelehnt ab. Die قال مراقبو الانتخابات من حزب الخضر النمساوي أن انتخابات تركيا لم تكن حرة، وذلك حسب المتحدثة باسم الحزب إيفا إرنست جيديك. وقالت جيديك: منعت الشرطة المسلحة المراقبين من دخول مراكز الاقتراع في شرق الأناضول، وتم اعتقال معارضين خلال الانتخابات. واستنكرت جيديك تهنئة الرئيس النمساوي للرئيس التركي بسبب عدم وجود تعليق نقدي منه، وأشارت أيضا إلى أن تأثير حزب أردوغان على الأتراك في النمسا، وطلبت بمراقبة الجمعيات المقربة منه ودعم الأحزاب التركية التقدمية بدلا من ذلك. أصدرت وزارة الداخلية أكثر من 1000 شهادة مغادرة لطالبي اللجوء في النمسا في العام الماضي. وأضافت الوزارة في بيانها أنها فشلت في 253 محاولة للتواصل مع دول الأصل، وتبين أن العديد من الشهادات كانت غير ضرورية، حيث انتقل اللاجئون إلى دول أخرى، ويعد إصدار شهادات العودة عن طريق السفارة المعنية شرطاً أساسياً لإعادة اللاجئين المرفوضين. وتم تقديم أكبر عدد من طلبات العودة من تونس ثم باكستان والمغرب.
اعتقلت الشرطة الألمانية في مطار دورتموند رجلاً مطلوباً لجريمة قتل في مدينة غراتس قبل 18 عاماً. وتم القبض على الرجل البالغ من العمر 52 عاماً بعد هروبه لسنوات بسبب الجريمة، حيث وصل إلى المطار قادماً من جورجيا ويشتبه بأنه قتل رجلاً بطعنه في الحلق في غراتس عام 2005. تم اكتشاف هويته من خلال فحص بصمات الأصابع، ومن المقرر أن يتم تسليمه إلى النمسا لمحاكمته في غراتس. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، شاركونا بتعليقاتكم ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفوغرات على هواتفكم. أمسية سعيدة وإلى اللقاء، كنت معكم أنا قتيبة اللحام.